حكينا المحاضرة الماضية عن تويتر كإنترودكشن، حكينا عن التويت تفاصيل تتعلق بالتويت. اليوم رح نركز على البروفايل الشخصي لكل واحد منا. في عندي صورة شخصية، صورة الهيدر أو الكفر، في تفاصيل شفناها المرة الماضية بشكل سريع. اليوم هيك نحاول نروح على الإيديت للبروفايل نشوف شو فيها تفاصيل. زي ما قلنا إذا في صورة شخصية، في صورة لا الهيدر أو الكفر، فينا نحط أي صورة. في كمان عندي هون الإشي اللي بدي أركز عليه، في إشي اسمه نيم. هذا النيم خلينا هلأ نغيره ونشوف وين راح يظهر. مثلا إناس NFR. بعدين في عندي البايو، طبعا هون دائما بعطيكم عدد الكاركترز قد ايه مسموح معكم كاركترز. البايو مثلا معنا ل 160 كاركتر. شو البايو؟ معلومات عنك، على الاكونت تبعك، يفترض يكون اشي بدل على المحتوى اللي انت حتكون عم تقدمه او اشي انت مهتم فيه حتى يصير عندك فولوورز اكتر. لوكيشن، موقع، ويب سايت خاص فيك، بيرث ديت، ممكن تحط البيرث ديت. رح نعمل سيف نشوف وين الاسم عم بيظهر. مبدئيا الاسم اللي عدلته هو ظاهر هون عند البروفايل، بينما ستيل انا عندي اسم هون تاني موجود which is Inas lecture. اذا مش هذا اللي تعدل من البروفايل، لا اللي تعدل هو الاسم اللي فوق. طيب شو بيفرقوا عن بعض؟ لو بدي اروح مثلا على تويت من الموجودين عندي، مثلا هاي التويت، مثلا هون عندي نور شريف replying to at Inas underscore lecture. نور اجت عملت reply على تويت لإلي، قلنا زي المرة الماضية هو by default عم بطلع replying to واليوزر نيم. so لما يجي اي حدا يعمل reply على تويت لإلي وكأنه mention at واليوزر نيم، فby default عم تطلع at user name. so this is the user name، مش الاسم اللي على profile اللي هو النيكنيم خلينا نعتبره. So back نرجع شوي على البروفايل. قلنا this is the nickname, this is the username. هلا شو فائدة اليوزر نيم او وين بستعمله؟ قلنا number one مثلا بالريبلاي، اي يوزر بعمل لي ريبلاي at user name اللي هو قلنا زي المنشن وكأنه ريبلاي. كمان فينا لو نتفرج على URL فوق للبروفايل twitter.com/inas_lecture1. So this is the username، وكأنه إذا عم بستعمل بالـ URL حتى أي حدا يعمل access على الأكاونت تبعي عن طريق الـ URL، ممكن إذا عن طريق الـ username أو ممكن أنا أبعت هذا الـ URL لأي حدا. كمان شغلة أنا ممكن أستعمله باللوجن، يعني not necessary أستعمل الـ email address، أنا ممكن أستعمل الـ username في عملية اللوجن. فبما أنه عم بستعمله باللوجن وعم بيكون بالـ URL، هذا الـ username لازم يكون unique، يعني ما بتكرر بين يوزر ويوزر. طبعا في restrictions تانية عليه، خلينا نشوف هاي restrictions. so number one، من وين في اغيره؟ هل من edit profile؟ شفنا انه edit profile ما بتمكنني اغير اليوزر نيم، بس بقدر اغير النيك نيم يلي فوق. اذا بدي اغير اليوزر نيم مضطر اروح على settings، رحت على more settings and privacy خيارات او الاعدادات account login and security، راح اختار اول option which is اليوزر نيم. So نجرب، لو قلت له Inas lecture save، إذا ما حدا ما أخده رح يقبله أكيد. طبعا في شغلة مهمة، ممكن لو إجا هيك سؤال بالامتحان، هل الـ at ضمن اليوزر نيم ولا لا؟ يعني لو إجا بصورة هون وسأل اليوزر نيم Inas underscore lecture ولا at Inas underscore lecture، الـ at هي عم تنحط by default. So اليوزر نيم هيو اللي هون أنا بغيره، الـ at عند أي اسم رح تنحط. Okay, so this is the username من غير الـ at. طيب نجرب نحط spaces، نعمل save. إذا حكى لي الـ username can only contain letters, number and underscore، غير هيك مش مسموح. إذا الـ spaces غلط. طبعا it makes sense لأنه بالـ URL أكيد ما في spaces، مش مسموح يكون في spaces. Okay. طيب قد ايه معنا عدد كاركترز؟ نجرب نكتب. so معنا لحد 15 كاركتر باليوزر نيم. خليني اسيف على Inas underscore lecture.
Okay, it was already saved. So رح أرجع على the profile. إذا عندي nickname, عندي في username قلنا من غير الـ at وناس underscore lecture. والتفاصيل الثانية قلنا الـ bio, location, الـ website, following and followers. طبعا في tabs هذول حكينا عنهم المرة الماضية. نروح على الـ following and followers. حاليا انا موجوده بتاب اسمها followers وفي عندي مجموعه اشخاص. followers هم اللي متابعين هذا الحساب، عاملين follow لماي اكاونت. هل بالضروره انا عامله لهم follow؟ اكيد لا. يعني شوف مثلا اكاونت اسمه دارين يارا عمر، مش عامله لهم follow. كيف عرفت؟ البتن يلي جنبهم اسمه follow، سو انا ستيل ما تابعتهم. لو انا متابعه اي حدا منهم اوكي، كمثال في اكاونت اسمه نور، جنبه مش فولو، جنبه كلمة following، سو انا متابعة، عاملة متابعة لنور. نجرب مرة تانية. طبعا باي لحظة الفولوينج كليك عليها بتصير unfollow وبرجع كأنه الفولو العادي. مثلا نرجع لأول اكاونت نعمل فولو لإله. اوكي، سو هل في من هاي الشاشة بس اللي مبينة أعرف كم حدا متابعني وأنا متابعة كم حدا؟ أكيد أنا من هاي الشاشة اللي مبينة فقط متابعة أكاونت واحد والباقي كلهم تابعيني. كيف عرفت إنه كلهم متابعيني؟ شغلتين، يعني لو كانت الصورة بهالشكل فيي أعرف يس لاحظوا follows you سو هدول متابعيني، أو إذا أوريدي كانت التاب مبينة فهي ضمن تاب الفولورز اللي هم كلهم متابعيني. طيب نروح على الفولوينج تاب. الفولوينج شو المقصود فيها؟ شو اللي موجود ضمن هاي التاب؟ هم الاشخاص اللي انا متابعتهم. اوكي، اذا كل هدول انا متابعتهم لازم الاقي كلمه فولوينج اكيد عندهم. طيب هل ممكن من هاي التاب اعرف اذا هو الشخص متابعني او لا؟ هم كلهم متابعين، او سوري انا كلهم متابعتهم. طب هم حدا منهم عامل لي فولو؟ يس، نتاكد انه جنب الاسم نور follows you إذا متابعتني. محمد نفس الشيء، مثلا هذا الأكاونت فيفا وورلد كاب أنا متابعته بس هذا الأكاونت مش عامل لي follow. okay so هاي هي ال following وال followers. طبعا بأي وقت أنا أفتح على أكاونت معين ممكن أعمل له follow من جوا هذا الأكاونت. okay so أنا هلا متابعته وبرضه مكتوب follows you، وممكن بأي وقت شو أعمل؟ ممكن أعمل unfollow لهذا الأكاونت. اوكي نرجع شوي. اذا شفنا هاي الارقام وشو معنا كل واحد منهم وكل تاب شو في موجود ضمنه، وقلنا اخر شيء في عندي بالبروفايل الشخصي تابز هم تويتس ويت انتربرايز ميديا لايكس، حكينا عنهم المحاضرة الماضية بالتفصيل. هذا كله موجود عندي بالبروفايل. طبعا على الجنب دايما في زي اقتراحات هون you might like what، دول عبارة عن accounts. كيف عرفت؟ انه في عندهم follow so those are accounts. trends for you، طبعا هلأ هدول للأسف الأشياء اللي trending عنا. طبعا أكيد بما أنه عم نشوف هاشتاج يمكن ما حكينا عنها المرة الماضية، أنا بالبوست وأصلا يمكن من أوائل المواقع اللي طلع فكرة الهاشتاج هو تويتر. لو جيت أعمل تويت أكيد أنا فيي أحط هون الهاشتاج وأستعملها زي ما شرحناها طبعا بأول سوشيال نتورك أخذناها. سو مثلا اوكي سو كأنه هون بلش يعطيني اقتراحات which is new بتويتر. اوكي نعمل تويت. اذا في عندي ترندز، ترندز حسب ممكن المنطقة غالبا اللي انا بكون فيها موجود عندي هون. هذا كله اذا بالبروفايل الشخصي. طبعا موجود عندي السيرش بوكس اكيد، والقائمة نفسها اللي حكينا عنها المرة الماضية هي كمان موجودة هون. فينا نعمل تويت من عن طريق هذا البتن، أو إذا كنا بالهوم بيج رح تلاقي في الأوبشن تبع التويت.